أخبار اليوم. القدرة المعنوية للجنود كلهم على خط النار، وهي رسالة إلى كل من فكر في يوم من الأيام أن مصر ممكن أن تفرط في ذرة رمل من تراب سيناء، أن دم المصريين كلهم يهون ولا تهون ذرة واحدة من تراب مصر. وجود القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية في الصفوف الأولى هو رسالة للجنود وللمصريين كلهم أنه أمام في وسط أبنائهم يتعرض لما يتعرضون له، يضحي بنفسه كما يضحي أصغر جندي في القوات المسلحة بنفسه. كلنا فداء لمصر. وجود القائد الأعلى للقوات المسلحة هو الوضع الطبيعي الذي يجب أن يكون عليه الحال عند الشدة وعند الشدائد، وفي مثل هذه المواقف على خطوط النار دائما ليرسل رسالة إلى كل العالم أن مصر لن تفرط في ذرة رمل من ترابها، وحتى ولو كان تمنها دماء المصريين جميعا من أول رئيس الجمهورية لأصغر جندي وأصغر مواطن في مصر.